creating doodle art in illustrator. الموضوع ببساطة شديدة، نذهب مباشرة إلى البنت براش اختصار بي سمول، هذه الأيكون. في عندنا layer اللي هي الصورة الأساسية أو الباكجراوند، نختار البي، هنحدد طبعا الستروك ممكن يكون واحد على حسب السايز للصورة، لكن هنا انا شايف ان 1.5 بوينت هيكون مناسب، وهنا ديفينيشن اختار راوند 5 بوينت، ثم نسحب بالبرش هكون على الهير اللي فوق ده كده وان سايز. ويتريس للسايدز هكذا على حسب طبعا لان بستخدم ماوس فما فيش اي تعريف للبرش، لكن طبعا الجرافيك تابلت فلو ضغطنا كده هيكون في هيتعرف على سنسيتيفيتي للبندرجر وهيكون طبعا افضل في اي مرحله. ممكن اضغط ايه واختار دي كده وحركها، كده حرف الكي هنا اقلل مثلا تكون واحد، وبعد كده بي سمول هقلل برضو تكون 0.5. طبعا ممكن اغير الكالر لو شايف ان هنا محتاجين نحذف بعض البوينتس، فممكن نحذفها كالتالي بي سمول. ممكن طبعا كنترول زد ونعيد تاني الشكل هكذا. ده كده ببساطة شديدة موضوع ميكنج دودل ان الستريتور. هنخفي طبعا الخلفية ونصدر ده طبعا ما في جهاز الطباعة لأننا مستخدمين CMYK. أتمنى يكون هذا درس مفيد، وإلى اللقاء في عدد الدروس القادمة.